ليس مهما من هو يدعي أنه سيسير على خطة الرئيس إبراهيم رئيسي، المهم أن نرى على أرض الواقع أنك تكون ناجحا وأن لا تختلق أعذارا في المستقبل وتلقي باللوم على هذا أو على ذلك إن فشلت أو نعم إن كانت إنجازاتك قليلة. وهذا الكلام طبعا اليوم نسمعه من فئة كبيرة من الشعب الإيراني، يقولون نحن تجاوزنا إلى حد ما أن يكون الرئيس محافظا من المحافظين أو الإصلاحيين، المهم أن يقدم لنا شيئا ملموسا على أرض الواقع. طبعا أنا أتصور يعني حقيقة محمد باقر قالي لو فاز في الانتخابات، هذا الرجل أعتقد أنه سيكون ناجحا في المشاريع الضخمة وفي المشاريع الاقتصادية. ومسعود بيزشكيان أتصور أنه لن يصل نجاحه في مجال الإعمار والاقتصاد إلى ما يمكن أن يصل إليه محمد باقر قالي.